السلام اخوت، ورجعنا لكم فيديو جديد ديال تريد لايف. تريدين لايف في التيست، غنحاولوا نجيبوا التيست مجموعين. فالناس الاولين اللي بدينا معهم في التيست راه تقريبا راه الناس راه غاديين تبارك الله. دابا بدينا هذه السيمانه جديده، بدايه اسبوع جديده، بغينا نبداو مع ناس جداد، نبداو معكم التيست مره اخرى، نبداو معكم نكملوا معكم التيست، نحاولوا نجيبوا التيست مجموعين. كاين الناس ما كنلاحظ ان قليل الناس اللي استطاعوا يخلصوا في مسار الوظيفي مع ايرتو تريد في ديال 200,000 دولار، فأغلبية كيخلص من 50,000 دولار. لهذا غنديرو جروب جديد، هيكون هذا هو اليوم، أول يوم للشرح. غنخلي لكم ليان، غنخلي لكم ليان ديال الجروب ديالنا في تيليجرام، والجروب ديالنا في باج ديالنا في انستغرام. اللي بغى يخلص التيست في هاد الأيامات ويبدا عاوتاني معانا، غنخلي لكم ليان فين تخلصوا التيست، وغندير لكم جروب بوحدكم عاوتاني في 10 الناس 20 الناس اللي غيخلصوا غير هاد السيمانة، ونحاولوا نجيبوا التيست مجموعين. فالحمد لله الناس اللي بدينا مع بعض الكونسيبت في الاول، الحمد لله راه مشاو مزيان، راه النتيجه كانت جد محترمه، بزاف ديال الناس جابوا منهم التيست. فلهذا غنديروا كونسيبت جديد، حنا الناس اللي جابوا التيست دابا غنخليهم يخدموا على خاطرهم، لان دابا بداو كيتعلموا، بداو يطوروا راسهم. فدابا غننتقلوا للناس جداد اللي غنحاولوا نجيبوا معاهم تما التيست. فانا خلي لكم اللين ديال ايرتو تريد تحت باش تقيدوا وتسجلوا وتخلصوا، وغتصيفطوا لي ميساج سواء في الانستغرام سواء في تيليجرام باللي نتوما راه خلصتوا التيست. غندير لكم جروب غنجمعكم الناس اللي خلصوا في هاد اليومين، يعني الماكسيموم اليوم وغدا، غندير لكم جروب بوحدكم. واللي باغي يخلص هاد السيمانه الجايه ماشي مشكل، غيصيفط لنا ميساج نحددوا امتى غيخلص هو، ونحطوا الجروب اللي غيدخل باش يبقى نفس التارجت. فاليوم انا خلصت اكونت جديد مع ايرتو تريد، مع اكونت ديال 50,000 دولار، باش نبدا معكم التيست فيه. درت شي تريد في الصباح غنبارطاجيها معكم، ونبارطاجي معكم التريد اللي ناوي ندير في هاد العشيه، ونبارطاجي معكم الجروب ديال التليجرام باش ندخلو ونبداو نتريدو مزيان مزيان كاملين، ونحاولو نجيبو الهدف كاملين. فعلى بركة الله نبتدئ هاد الفيديو، فبسم الله نبتدئ، وعلى بركة الله نبتدئ، ونستعيذ بالله. فكيما كتشوفو هادي القناة ديالنا، فكنشجعوكم انكم تدعمونا، تبارطاجيو اللايفات ديالنا، بارطاجيو الفيديوهات ديالنا، لان داكشي اللي كنبارطاجيو كله فيه افادة. هادشي راه مغتلقاش في المجال، مغتلقاش الدورات اللي كتخلصو، مغتلقاش فيها هادشي. كنجاوبوكم، كنديرو لكم ميساجات، كنديرو معاكم كي اللي كنديرو معاه تا ابيل فيديو، كنناقشو مع الصفقات ديالو، هادشي كنديرو معاكم مجانا في سبيل الله. كنحاولو نبارطاجيو معاكم شي معلومة، لان انتوما حاولو انتوما بارطاجيو القناة، تزيد تكبر القناة، لان القناة فيها الافادة. وما صراحة انا ما عاجبنيش الحال، لان كنلقى المشاهدات بعض المرات كيكونوا قلالين، فهذا الشيء كيقلقني بزاف. لهذا كنبغيكم تبارطاجيو القناة ديالنا، خصنا حنا كنقدموا لكم الافادة. فكما كتشوفوا فاليوم خلصنا اكونت ديال 50,000 دولار تاعنا، بدينا فيه. فكما كتشوفوا في الصباح حاولنا ندير واحد التريد، لان في هاد الاكونتات باش تفهموا ان خاصك عندك تخلصوا على اساس الشهر، ولكن خاصك مينيموم ديال التريد اللي خاصو يكونوا عندك، وما 10 ديال التريد، يعني 10 ايام ديال التريد. فرجعوا الاكونت باش نشرح لكم هاد القضيه. فكما كتعرفوا فالاكونت ديال 50,000 دولار، فالديلي لوس اللي فيه، نمشيو حنا من الشاطليشن. فكما كتعرفوا فالاكونت ديال 50,000 دولار، فالديلي لوس عندكم هو 1,100 دولار، ودرو داون الاجمالي معدل تراجع نهايه كل يوم هو 2,500 دولار. لهذا خاصك تحط واحد المعايير باش تقدر تريدي. المعايير اللي بغينا نحطوها معاكم حنا وباش تقدروا تجيبوا التيست، لان التيست سهل تجيبو، ولكن الا ما درتش واحد ريسك براسك ما عمرها ما غتجيب التيست. فالاكونت ديال 50,000 دولار التارجت ديالك هو 3,000 دولار. 3,000 دولار هي تقريبا 6%، يعني انت عندك 10 ديال اللي تريد في الشهر، ومينيمو عندك الشهر كامل. ف 6% كيفاش تقدر تجيبها؟ لان خاصك تحط واحد ريسك مانجمنت انك تربح 1% وتخسر 0.5%. 1% ديال 50,000 دولار شحال؟ 1% هو 500 دولار، وتخسر 0.5% هو شحال؟ هو 250 دولار. باش تقدر دير هاد القضية شنو خاصك؟ كيما كنقول لكم انا خاصكم تستهدفوا اقل حاجة 25 بوان ولا 50 بوان. كنتي باغي تستهدف 25 بوان رباح ولا 25 بوان خسارة، اشنو غدير؟ غدخل بواحد الكونترات اللي يقدو يسمحوا لك انك تكون ريسك مانجمنت ديالك 500 دولار، والخسارة 25 دولار، 250 دولار عفوا. فأحسن حاجة باش تدخل بها في 25 بوان هي تدخل بواحد خمسة كونترات ميكرو. فكل 10 بوان عندك فيها 100 دولار، كل 20 بوان عندك فيها تقريبا 200 دولار. كما قلنا كما قلنا أن
كل 30 بوا 10 بوا قلنا كتعطيك $100 20 بوا كتعطيك $200 30 بوا كتعطيك 300 دولار 40 بوا كتعطيك $400 و 50 بوا كتعطيك $500 فعمر بسيط يعني التارجت ديالك الا دخلتي بهذه الصفقه غتدخل انك تجيب 50 بوا ولكن الخساره ديالك شحال تكون نص ديال 50 بوا هي 25 بوا يعني انت مثلا غتدخل اخويا غتدخل في عدد 11794 الخساره ديالك فين غتكون 11844 يعني انا ندير لكم الصفقه دابا باش تفهموا وتعرفوا راه شي شيء هو باش غادي تجيب التيست اما شي حاجه اخرى وشي فهم اخرى وشي تخربيق اخر وهذه وندخل هنا وانا خاسر $100 راه ها الاستراتيجي اللي غدير غتجيب بها التيست ها الاستراتيجي خدمتها مع الناس وخدمتها مع الناس اللي كانوا كيخلصوا من الفلوس وجابوا بها التيست وانتم راه كنعطي لكم دابا استراتيجي فابور لان الوقت صعيبه والخدمه قليله فالناس بالاحسن لما نعاونوا نساعدوا الناس في هذا الوقت الصعيبه فحاول حط فتله في النهار التارجت ديالك شحال 1% ما تحطش لي 20% ولا 30% ولا 40% ولا 10% ولا 5% 1% 5000 دولار 5000 دولار 1% ديالها هي شحال هي $500 دونك التارجت ديالك هو $500 ديري لوس شحال غتكون $250 نص في المية نبداو على بركة الله التريد الأولى ديالنا كتجي مثلا أنا غنديرو باي لأن دابا حنا توقع على تما دارت الصفقة هادي والإشهاد المهم ما علينا حنا دابا ملي هرس لينا هادي نورمالمون غنتسلاو واش غيدير ليا مع هادي فحنا كنتوقعو أنه غيعكس لهذا دابا دخل ماشي مشكل ولكن على وريكم في الدخول في الدخلة في البيع والدخلة في الشراء مثلا دخلتي دابا هنا بيع دخلتي شراء واخا نورمالمون هنا خاصك تدخل ملي هرس هادو كاملين وصل لك هنا خاصك تسلى واش غيقدر يهرس ولا لا دابا حنا دخلنا واللي طلع ضاع فكيفاش غنحسبوا نديروا التارجت ديالنا التارجت ديالنا كما قلت لكم 50 بوان حنا دخلنا في 11793 طب التارجت ديالنا هو 42 فكما كتشوفوا واخا نورمالمون حنا كنتوقعوا غيهبط ولكن ماشي مشكل حنا نحطوا دابا التي بي ديالنا في بلاصه ونحطوا ستوب لوز ديالنا في بلاصه والكامل الله 11793 شحال ديري لوز ديالك شحال قلنا ديري لوز ديالك شحال هو $250 هو نص في المية دونك شحال غتحطها تحطها ف تبع 11792 تحطها في 76 تحطها في 77 كاع هاي نعم كاين اللي غيسولني انا ما كنترينيش في الناسداك الناسداك هذه هي المعايير باش تحسب ولكن مارشي اخر شنو غدير كتجي هنا مثلا بلاصه الدخله ديالك كتجي هاد البلاصه اللي سميتها هادي غادي نهبطو هادي كتجي هنا كدير اللعيبه هادي تولز وكتجي هذا وتحسب هاي هادي هي الدخله ديالي والتاركت ديال التي بي ديالي فكيما كتشوفو كطلع لي تقريبا نقول $100 $100 في كونترا ميكرو انا دخلت بخمسه هي يعني التاركت ديالي و $500 هي يعني التاركت ديالي هو هذا هادي نحسبو ديري لوس ديالي فدي لوس نديرو نفس العمليه غندخلو هنا ديرو رورا ونجيو هنا فالامور بسيطه اخواني بسيطه هاي $34 دونك انا راح حاط لي لوس لازم تاكدوا من هاد القضيه $40 فهي هي ضربة لكن حسبها مراها هادي نديرو هادي نديرو هادي ونجيو هنا هاي نحسبها من هنا فهي $35 ف $35 غنضربو في خمسة هي شحال فالامور 3 و 5 هي 15 5 و 5 هي 25 يعني تقريبا $185 فباقي خاصني نزيد نهبط ديالي لوس ديالي يعني نقدر نهبط حتى لهنا لا راني غلطت اصلا في الحساب خاصها تكون 67 دابا غنلقاو ديري لوس ديالي مزيانه مخيره ها هي غتجي دير هنا غتلقى $50 بالتمام والكمال وكيما كتشوفوا ها هي شحال الخسارة $55 يعني النص ديال نص في المية فهذا هو الهدف راه الاستراتيجية هي اللي غتجيب بها التيست راه ما عمرك ما غتحلم تجيب التيست لما درتيش الاستراتيجية اللي كنشرح لك انا دابا
هاسترجي اللي كنشرح لك اله دابا هي اللي غتجيب بها التيست. تحط ديري لوج ديالك شحال نص في المية، التارجت ديالك في 1%، وعندك 10 أيام ديال الترين. 10 أيام فهاد 10 أيام انت مطالب منك 100%. يعني الا خسرتي نهار وخسرتي يومين وخسرتي 3 أيام وخسرتي 4 أيام، راه نهار واحد يعوضه لك. فهاد الاستراتيجية اللي خدامة لك باش دير التيست، لا ما درتش استراتيجية راه عمرك ما غتجيب التيست اخويا، وما عمرك ما غتجيب التيست اختي. وانتوما كما كتشوفوا الماتش هو مشى معايا، لان قلت لكم انا خصني نتسلاه. لا لان كنتوقع لا يا غيهرس هادو، لا ما هرسوش غتدخل معاه التبيان. فالامور واضحه. هاد تي بي ديالي انا ملي دابا يوصل لي غير هنا غنش غندير غنهز ستوب لوز ديالي غنحطها هنا ونسد الصفقه ونسالي النهار ديالي. كان هذا فيديو ناس جداد، ناس اللي غيخلصوا جديد، ناس اللي غيبداو التيست جديد. فكما كتشوف ها هو الاكونت غادي معايا. فالحمد لله هذه واحد الطريقه باش نعلموها لكم باش تجيبوا التيست. لان انا ما حطيتش واحد التارجت راه عمرك ما غتجيب التيست وغتبقى تضيع في وقتك. دمتم بألف خير، ونلتقيو غدا ان شاء الله مع الناس اللي غيتقيدوا. غندخلوا الجروب ديال التليجرام غنسجلوكم كاملين وغنبداو معاكم هذه القضيه. فاخواني اخواتي كما كنقول لكم، كما كتشوفوا دابا الماتش راه غادي معايا، انا نقدر نجي لها لا ندير لها نرد البريك ايفن، يعني ملي يرجع الماتش يسد لي الصفقه، ولا نقدر نخليها في الاي تي ام ونتسنى. فهذه هي النصائح اللي قدمت لكم كيفاش تجيب تيست. نلتقيو في فيديو جديد، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.